مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وخبر جديد. اليوم اكيد عندي مجموعة من الاخبار الحلوة واللي راح تعجبكم. اكيد اليوم راح نحكي عن موضوع كتير مهم. موضوع اليوم حيكون الاغاني والفيديو كليبات الموسم اللي عند اليوتيوبرز. واكيد صرتوا بتعرفوا انه الفيديو كليبات والاغاني صارت شي ترند وكتير كتير 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 كبير بالنسبة لليوتيوبرز. المتابعين عم يتحمسوا كتير 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 من وراء هالأخبار اللي صارة واللي كتير حلو. فاليوم رح نحكي عن الفيديو كليبات اللي رح تنزل بهذا الموسم أو اللي نزلت بآخر فترة بآخر أسبوع أو أسبوعين. نزلت من قبل أسبوع على ما أعتقد، بس أسبوع كان أقل من أسبوع، كانت أغنية بيسان إسماعيل. كانت الأغنية كتير رهيبة وأنا بدوري حكيت عنها بقناتي في فيديو نزلته قبل أيام عن هذه الأغنية. هاي الأغنية ما شفنا مثلها من قبل عند يوتيوبر معين. هذه الأغنية كانت حقا معبرة، كانت حقا إلها قصة وراء هالأغنية. أوكي، وكنا بنعرف قصة بيسان إسماعيل وأبوها المفقود. فإذا ما بتعرفوا هاي القصة، بيسان إسماعيل نزلت فيديو كامل بقناتها حكت فيه عن هذا الموضوع تحديدا. فإذا ما شفتوا أو ما بتعرفوا شو هي القصة، روحوا على قناة بيسان وشوفوا شو صار لأبوها وكيف فقدت أبوها بسن 9 من عمره لما كانوا بالحرب، لما كانوا بسوريا. فالمهم، كانت الرسالة أو رسالة الفيديو كليب أو الأغنية عفوا، كانت رسالة كتير كتير قوية ونجحت بيسان إسماعيل لإيصال هاي الرسالة للجمهور عن طريق الكلمات أول شيء، وثاني شيء عن طريق الإحساس اللي كان بالأغنية. فغنت الأغنية بكل إحساس وأداء كان فوق الجيد جيد. أما ثاني أغنية رح نحكي عنها، حنحكي عن أغنية جواني. أوكي، الأغنية تحديدا كتير كتير حلوة. الأغنية إلها معنى، أغنية راب إلها معنى، في قصف جبهات قليلا. أكيد كل أغنية راب إلها معنى وإلها قصف جبهات أو إلها شيء معين. الأغنية كان اسمها 3 مليون أو 3 مليون بمناسبة وصول جواني ل 3 مليون. الكلمات كانوا تقريبا رد للناس على 3 مليون. عم بيقول جواني بالكلمات انه انا وصلت لثلاثة مليون، ثلاثة مليون، وفي كلمات بصراحة ما بتذكر كتير الكلمات، بس كانت في كلمات بخصوص الثلاثة مليون. الفيديو كليب كان كتير كتير خطير، فاذا ما شفتوا الفيديو كليب روحوا شوفوه، لانه الفيديو كليب دمار دمار عن جد، دمار تصويرا ديكورا كل شيء. بس انا كان عندي مشكلة واحدة بالفيديو، عندي مشكلة واحدة وبشوفها مشكلة كتير كتير كبيرة، مشكلة الرقص. ما في مشاركة هيك مع جواني، يا إما في تمثيل من ورا، في حركة، في شيء، مو هيك أو هيك. لا لا، ما عم أتمسخر على الفيديو كليب، فيديو كليب كتير عجبني بالعكس، بس هذا الموضوع كتير مهم وفي كتير ناس شافت هالموضوع أو لاحظت هذا الموضوع، وخاصة أن رقصة جواني لثلاثة مليون هيك. هاي رقصة لا لا كتير غلط. شفنا موضوع الرقص لأنه الأغنية والفيديو كليب كان كتير ناجح. لو ما كان ناجح أو كان كل شيء مو حلو، بنقول مو حلو، كل شيء بتدبقوا مع بعضه مو حلو، بس لأنه الفيديو كليب وكل شيء كان حلو شفنا موضوع الرقص، بس ما بيأثر كتير. من بعد هالأغنيتين وهالفيديو كليبين حنحكي عن اغنيتين وفيديو كليبين. حنحكي على اغنيتين وفيديو كليبين تانيين لسه ما نزل وحينزل. اول اغنيه اعلن عليها وفيديو كليب اعلن عليها، هي اغنيه مو فلوكس وناريني بيوتي. كنا بنعرف انه مو فلوكس وناريني بيوتي عملوا على اغنيه جديده وصوروا التصوير وكل شيء صار جاهز، وصوروا الفيديو كليب بالمالديف وكل شيء صار جاهز. بنعرف هالشيء، بنعرف هالشيء يعني. شفتوا فيديوهاتي من قبل حكيت عن هذا الموضوع، شفتوا فيديوهاتي، شفتوا ما شفتوا روحوا شوفوهم، الرابط موجود تحت بصندوق الوصف او حتى راح اترك لكم هون. اوكي، اذا ما نسيت لانه انا عقلي حيجيني زهايمر كتير بكير، بعرف هالشيء لانه عقلي ما بيحفظ.
اوكي نرجع لموضوعنا. موضوعنا كان عن فيديو كليب نارين بيوتي ومو بلوكس او الاغنيه تبعها. حكيت من قبل بفيديوهاتي انه الفيديو كليب حينزل بعد عودة نارين بعد البريك، بس مفاجأة، نارين ما طولت بالبريك او البريك تبع نارين ما طول. هالشي كان كتير حلو. وليش كتير حلو؟ هذا حيسرع موضوع نزول الفيديو كليب. طبعا اذا ما كانت في مشاكل ثانية اوكي، ما بنعرف هالشي، بس عموما انه حيسرع موضوع نزول الفيديو كليب لانه نارين رجعت هالساحة، نارين متواجدة هالساحة اوكي. فهذا الشيء كتير كتير حلو. فانتظروا تقريبا بعد اسابيع حتنزل فيديو كليب نارين بيوتي. واذا ما نزلت بعد اسابيع فهيك حيكون في مشكل ثاني لا سمح الله. فبعد اسابيع ان شاء الله حتنزل الفيديو كليب تبع نارين بيوتي وحنعمل رياكشن اكيد. نجي على اخر اغنية، او لا مو اخر اغنية، اخر اغنية حتكون مفاجأة. هي مو اخر اغنية، حنترك اخر اغنية مفاجأة. شو رأيكم؟ لا تسرعوا الفيديو، اتركوا شوفوا هالخبر بعدين روحوا شوفوا المفاجأة. الاغنية الرابعة هي اغنية نور ستارز. قبل ايام اعلنت نور ستارز عن اغنيتها على قناتها على اليوتيوب. هي عم بتحضر لاغنية جديدة، عم بتحضر لاغنية، مو اغنية صارت جاهزة او الفيديو كليب صار جاهز. وبنعرف انه نور ستارز كل شيء بتختاره بالتدقيق، يعني مو حي الله بتعمل فيديو كليب حي الله بتعمل اغنية، لا. اذا عملت اغنية اغنية، اذا عملت فيديو كليب فيديو كليب. فالموضوع شوي مطول، انه اغنية نور ستارز لسه مو جاهزة والفيديو كليب لسه ممكن ما تصور. ونور ستارز حيكون عندها تصوير بالأردن قريبا، حتكون بعد أيام أعتقد حتكون عندها سفرة للأردن، فرح تروح نور ستارز للأردن حتى تصور برنامج سديم. من بعد سديم ممكن حتصور الفيديو كليب تبعها. آخر أغنية واللي هي قلت لكم أنه مفاجأة، أنا إياد عملت على أغنية خاصة فيني. هو الفيديو كليب ما حيكون فيه فيديو كليب، حتكون بس أغنية. ممكن حتكون حلوة، ممكن حتكون شوي حلوة، مو وحشة. هي مو وحشة، هي ما أنا مو حلو، لا. هي الأغنية أنا سمعتها وسجلتها وكتير عجبتني وسمعتها لناس بعرفهم وكتير عجبتهم الأغنية. بس الموضوع النهائي حيكون بين إيديكم، أنتوا حتقرروا إذا الأغنية حلوة أو لا. إن شاء الله تعجبكم الأغنية وتحمسوا، فرجوني حماسكم تحت بخانة الكومنتات لحتى تشجعوني أكثر على تنزيلها وتشجعوني على تنزيل ممكن أغاني كثير بالمستقبل أعمل عليهم، ليش لا. فهذا الشيء كله بين إيديكم، بين الناس اللي تحبني. خلونا من الكارهين، الكارهين ما بدنا يهم، ما بدي أشوف أوكي. أنتوا يا المحبين واللي بحبكم من كل أعماق قلبي، ورجوني حماسكم، ورجوني حبكم، ورجوني تفاعلكم بكل الفيديوهات وخاصة على الأغنية اللي راح نزلها قريبا. فاستنوا شوي علي، أرجع لكم وبكل قوة وحماس أوكي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك مشان توصلكم جميع أخبار يوتيوبرز أول بأول. مني أنا إياد، أنا بحبكم كتير كتير، بشوفكم وين بالفيديو الجاي. باي باي.